اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. طيب، بما اننا بنتكلم عن الجمهور ودور الجمهور، هل الجمهور سيكون عامل ايجابي ام سلبي من وجهه نظرك؟ بمعنى ضغط طبعا، مش سلبي بمعنى شيء اخر. مستحيل، يعني اوكي، عمرنا ما شفنا جمهور النادي الاهلي بيسبب ضغوط على لاعبتنا في اي مرحله او في اي مباراه، خاصه المباراه النهائيه والفاصله دي. صحيح. يعني عمرنا ما شفنا ده. عارف، سؤال جمهورنا لازم يتسأل اه يعني. طبعا لكن عنده خبرات كبيره، جماهيرنا كمان عندها خبرات كبيره جدا اسلام، حقيقي. وعندها وعي غير طبيعي امتى امتى وامتى؟ صح. توجه وامتى تشجع وامتى يعني بتدعم بشكل كبير. لا يعني جمهورنا عنده خبرات كبيرة جدا جدا، واعتقد انه كان ليه دور غير طبيعي وكبير جدا جدا الفترات اللي فاتت في تواجد النادي الاهلي على منصات التتويج على مدار السنين اللي فاتت دي. الجمهور هيفرق بنسبة قد ايه؟ شوف انا بقول يعني مش هقول نسبة نسبة ونسبة، يعني نسبة جمهور ونسبة لاعبين، لكن جمهورنا بيفرق بنسبة 100% مع لاعبين. روح وقتال واستمرار ده، لانك احيانا في المباراه زي ما قلت اسلام متفضلت وقلت انه في بعض الاوقات انت بتسرح او بتزهق من كتر ما بتهاجم، مثلا مش قادر تحرز هدف او في عدم توفيق، صحيح. فبتزهق وبتريح شويه. ده حال كل اللعيبه في العالم يعني. الجمهور ده دوره، وبالتالي جمهورنا الحقيقه بيفرق مع لعيبتنا كتير جدا بنسبه 100% طبعا. يعني جمهور بيفرق مع اللعيبه، وهذا هو الامر، لانه حضراتكم هيكون لكم دور كبير جدا 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 يوم السبت القادم ان شاء الله. ويسببوا ضغط كمان على الترجي يا اسلام، يعني ده مهم الله، جدا طبعا طبعا. ده الاساس في كل شيء. طبعا الترجي فريق كبير، وعارفين معنى يتعاملوا قيمه، ازاي ده. صحيح عارفين يتعاملوا صحيح ازاي، ولكن انا براهن على جمهور النادي الاهلي كيف يستطيع مؤازره لاعبيه، صحيح زي ما انت قلت، في الوقت او زي ما احنا متفقين، الوقت اللي بيبقى فيهم واحد سرحان شويه او مش في دماغه شويه او صحيح بتاع، الجمهور هو اللي بيرجعك صحيح مره تانية.